طبعا هذه الدراسات وغيرها من الكثير الدراسات الماضية تؤكد أن اللقاح مهم، يعني هو المخرج الآمن على الأقل من هذه الجائحة التي عصفت بالعالم بأجمع. طبعا هذه الدراسة يعني تمت على 580 فرد فقط، يعني هي تعتبر ليست دراسة شاملة يعني محدودة، لأن كان في أقاويل كثيرة عند وجود بتحور أوميكرون أنه هو ممكن يهرب من اللقاحات تماما، وهذا يعني طبعا أثبت الآن أو شيئا فشيئا نعلم أنه اللقاحات ما زالت مؤثرة إلى حد يعني مش كبير مثل في بداية الأمر لما كانت اللقاحات مؤثرة بنسبة 90% للفيروس الأصلي، ولكن تناقصت بنسبة 70% للدلتا أو السلالات الأخرى، ثم في أقاويل أنها كانت حوالي 50% 40% بالنسبة للأوميكرون، ولكن هذه الدراسة يعني تشير إلى الجرعة المعززة أو اللي هي البوستر دوز ممكن تعطي يعني مناعة بنسبة 70 إلى 75% زيادة، ولكن تعتمد على يعني إطار يعني على مستوى بسيط من المتطوعين حوالي 580، لأن المرض لم يتفشى بالصورة الكاملة بعد في بريطانيا يعني. وهل نتحدث دكتور ضياء الدين، اسمح لي على المقاطعة، يعني البعض يتحدث عن جرعات معززة بعد 3 أشهر، البعض الآخر يوصي ب6 أشهر، كيف نفهم كل هذا الجدل؟ هو مفروض الجرعتين الأولى والثانية بينهما حوالي 3 أشهر، بعد ذلك ممكن يعني يستمر الشخص بعد الجرعة الثانية لمدة 6 أشهر حتى يأخذ الجرعة الثالثة ممكن بعد من 6 إلى 12 شهر. في بريطانيا أول يعني الجرعات المبدئية كانت في ديسمبر الماضي، ثم أخذنا الجرعة الثانية في بعد 3 أشهر من الجرعة الأولى، طبعا كان كبار السن والعاملين في قطاع الصحة في البداية، ثم الآن معظم العاملين في قطاع الصحة ومعظم كبار السن أخذوا الجرعة الثالثة أو المعززة. حوالي 30 مليون فرد في بريطانيا تم إعطائهم الجرعة الإضافية المعززة، يعني مفروض يكون أقل شيء 6 أشهر بين الجرعة الثانية والجرعة الثالثة أو المعززة. يعني هي المشكلة السؤال الذي يدور، يعني الجرعة المعززة التي ستأخذها مثلا الدول القادرة الآن سوف تنقص من اللقاحات في دول أخرى كثيرة يعني، ونريد أن نخرج هذه الأزمة معا يعني. فهذا سؤال مهم، نأمل أن يكون في تعاون دولي بحيث الجرعة الإضافية لا تؤثر في الجرعات حتى اللي هي حتى لا يحصل مع نفاد الجرعات في بداية هذه الأزمة دكتور ضياء. ولكن أيضا هناك حديث عن أنه فايزر تقول جرعة رابعة لمواجهة أوميكرون، نحن نتحدث هنا عن هذه ربما التوصيات من أجل المواجهة لأوميكرون، 4 جرعات. نعم طبعا هي فايزر أو الشركات المنتجة للقاحات هي يعني في غاية السعادة الآن مع أي معلومة على استعمال الجرعات المعززة أو جرعات إضافية أخرى، ولكن يعني الوقت سيخبرنا أكثر، يعني احنا لسه في بداية متحور أوميكرون فقط أقل من شهر يعني عرفنا سمعنا عنه، أعتقد الدراسات في المستقبلية ستخبرنا أكثر، ولكن من المؤكد أن اللقاح مهم، اللقاحات مهمة، ومن المؤكد أن اللقاحات أيضا يجب أن تتغير، يعني لا يمكن أن يكون هذا اللقاح اللي هو مجهز ومعمول لمجابهة الفيروس الأصلي الذي في حصل فيه 50 طفرة حتى الآن في أوميكرون ممكن نستعمل منه جرعة رابعة، هذا غير علمي، يعني سيتغير هذا اللقاح لكي يتواكب مع المتغيرات الحادثة في الفيروس، وربما نأخذ جرعة مثلا كل سنة على يعني نفس غرار الإنفلونزا الموسمية، هو هذا الأرجح الممكن في المستقبل، ولكن كجرعة رابعة أو جرعة خامسة طبعا هذا كله في البداية يجب أن يوجد فيه دراسات تؤكد. الآن يعني في دراسة واحدة فقط تقول أن الجرعة الإضافية ممكن تزيد من فرصة اللقاح من 40-50% أن هو يقضي على فيروس أوميكرون إلى 70-75%، هذه ليست مؤكدة لكي يعني في دليل، هو الدليل القاطع أو الإيفيدنس بيز لازم يكون في عندي 10 دراسات على الأقل أبني المعلومة الصحيحة يعني. أعتقد في المستقبل القريب سنسمع عن دراسات كبيرة جداً
تطلع من بريطانيا ومن أوروبا عن قيمة الجرعة الإضافية. ربما يكون في تغيرات في اللقاحات في العام القادم، لأن احنا في نهاية العام هذا، فهذا طبعا سنكون سنتابع. بس لازم يعني جميعا نؤمن أن التباعد الاجتماعي أو الحرص مثلا على الأقل مع اللقاحات هم الخروج من هذه الأزمة اللي طالت علينا حوالي عامين حتى الآن للأسف. يعني إذن دكتور توصي بأنه ينبغي الحذر مع هذه التقديرات المبكرة التي تصدر عن بعض الدراسات، أليس كذلك؟ بالضبط، هذا كلام مظبوط. شكرا جزيلا لك دكتور ضياء الدين كامل، استشاري علم الأمراض، كنت معنا من لندن.